لعيب، شيكابالا لعيب كويس. ادي اللعبه تاني يا الزميل ابراهيم مبارك اهو، شوف الترقيصه جلفت الدنيا كلها الحقيقه، يعني جول جميل وشالها لوب، احلى حاجه في اللعبه. طبعا البعد عن الملعب ثم اجي وبعد ثم اجي اتوقف ثم اجي، الفورمه بتيجي من الاستمراريه. وحسن مصطفى بيطيب بخاطره واستجاب شيكابالا، لو شيكابالا طلع غل في النهارده برضو في لقطه حلوه قوي لشيكابالا متاثر، وده على انا احترمه تماما. لازم تعرفوا ناس، الناس دي عاوزه عمليه نفسيه مش اكتر ولا اقل. لقطه جميله جميله لشيكابالا. حرة مباشرة. التاريخ ده راجل محمود. سجل الجول الثالث الجميل محمود عبد الرازق شيكابالا، وتصبح النتيجة 3-0. هدف طبعا بيهنوا بعض احمد مرتضى منصور و